كان هدفي اني اصير طبيبة بالمستقبل يعني. فبلشت الاحداث بسوريا، كان تقريبا 11 فايتة بال12. بعدين صارت الاحداث، ظلتني تابعت اني اروح على المدرسه، بس كان في كثير في حرب يعني، بلشت الحرب، بلشت تظهر على القرى حتى الصغيره يعني. فاخر شيء تأزمت الامور جدا، احنا جنبينا كتيبه عسكريه، فما عادش قدرنا ابدا نضل، فقررنا نطلع على الاردن. بلشت بالتاسع، كل المواد وتفوق فيها، رياضيات، العربي، هذول المواد كان يعني عادي بالنسبة لي، حتى انه دراستهم اقل من عادي، بس كانت عندي مشكلة اللغة الانجليزية. خاصة انا كنت يعني مقررة بعدني مصممة انه انا بدي افوت طب، فالمجال كلياته انجليزي، كتب انجليزي واي شيء. فقال لي انه في بالمركز السعودي الملك سلمان انه في تعليم دورات انجليزي، بلش معشنا الاول الاساس. بس الحمد لله صارت اموري يعني بالانجليزي، يعني صار عندي خلفيه كويسه كثير عن الانجليزي، وانا ما راح لو ما في منحه عن جد ما راح اقدر اكمل دراسه انه بالجامعه، بعرف انه تكاليف كثير. فقررت انه اشتغل مشان انه اقدر اكمل. بلشت دراسه بالجامعه الزرقاء الخاصه، تمريض تخصصي.